أحسنت يا أستاذ علاء، أحسنت ما شاء الله، جميل. تالت لحن نسمعه النهاردة لفريد الأطرش. بجد والله؟ صحيح والله؟ أنت ما قلتليش ليه؟ إن فريد، لا دي رائع، دي رائع. لا لا معلش معلش، ده رائع. كنت قلت حاجة تانية لحد تاني. دي رائع، لا 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 رائع، ده في منتهى الجمال، والله في غاية الجمال والروعة. طيب الحمد لله، احسنت والله. الله يسلمك. ايه ده ايه، وايه الحلاوه بتاعت فريد الاطرش ده يا استاذ؟ اه والله طعامه فعلا تام. ايه الجمال ده، وكل حاجات دي اربعينات. راجل كل حاجات دي اربعينات. هو كان هو الجمال. شخصيته بتبان في الحانه وفي اعماله. لانه هو الانسان لا يتجزا، يعني شخصيته بتبان اعماله واسلوبه برضه مرايه لشخصيته، تحس ان هو ده فريد الاطرش. أي انا بشوف ناس متحمسين قوي 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 لفريد الاطرش، بالذات من اللي هم اعضاء الجمعيه بتاعت